بس عندك هذا البنيد. البنيد مو هالقد. لا مو هاي وارد. فما ادري هو البنيد مصبوغ مو مشكلتي اخوي. والله باوع البنيد ما بيش. احنا هسه ما نحكي ورا الغسل يلا تبين ورا ما تنشف السياره. لا اخوي ما عجبتك رجعها. بس هيك لازم نبدا بالقماره لان تعرف الوسخ ينزل ما يصعد قبل الصونده ما بيها مي. الباب رش الباب بعدنا درج زاهل. ها باب رش زين هسه احنا درج الباب زاهل تاير لا هنا تعال هنا على السريع اقطع زاهل ماكو سفنج فاحنا لهنا راح نكتفي وبس الرش الزاهل بس هو مصاب يلا يلا اصعد على هذه ايه. هاي الحركه اي ايه عفي عليك وانا طويل ما يحتاج اصعد على الباب ما يخالف بس يلا هاوع هاي الخاطره حبيبي بس هاي الصنده مالتي المفروض شوية صنده مالتي ايه بس ما حد يطب على شغل الله ها يلا بلش منها ابتعد زين شايفو ها تعال 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 تعكس مو هاي دقيقة لا تشوله يطلع صوتي بالاخير يلا يلا ترجع لها بعدين تعال اختار 2000 دولار زادت اعزائي المشاهدين شفت السياره شلون صارت نظيفه بعد بعد لا بس هاي ودوها المعارض